السلام عليكم الغزولات ديالي، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم في فيديو جديدة. المهم كيف كتشوفوا، المهم من بعد ما وقع لي الاخر اللي وقع الاكسيدون اللي وقعت لي، راني باقي بالقبس بيان سور. والخبر اللي عندي خايب شويه هو انه مني اتصلت بهم باش ناخذ الغونديفو من بعد 10 ايام باش يحيدوه لي، قالوا لي باللي لا راه كان غونوفلي ودابا ما كاينش غونديفو بو لانستون، و توت فاسون ما كنتيش غادي تحيدي، كنا غادي نزيدو لك توت فاسون. اي بعطوني حتى لو 20 جويي، يعني غادي يبقى لي تقريبا شهر في يدي وما عرفتش كيفاش غادي نعمل. المهم الحمد لله. ما علينا البنات، الفيديو ديال اليوم من الفيديوهات اللي كيعجبوكم بزاف، مع انني عندي واحد جوج فيديوهات ولا جوج وقيله كنت صورتهم لكم قبل ما يوقع لي هذا الحادث، مي ما حطيتهم لكمش باقي حتى ان شاء الله غدا ولا نحطهم لكم. ما علينا، هذا الفيديو كيعجب لكم بزاف البنات، كيعجب لكم بزاف. هو لو اول ديال شيئين اولا الحويجات ديال شيئين، وهذا خديت بزاف ديال الحاجات، 15 لارتيكل اللي عندي هنا. كل واحد كي داير، ما علينا غادي نوريهم لكم وغادي تشوفوهم بالوضوح، وكل شيء كلهم زوينين وحده تنسيك في الاخره. شنو بغيت نقول لكم، والحاجه اللي ما ننساش نقولها لكم هي انني كنشكركم من كل قلبي على دعواتكم، على اي وحده دعات معايا بالشفاء، واي وحده اتصلت معايا من لي زابوني اتصلت بيا ولا سقسات عليا في الانستغرام ولا المهم شنو نقول لكم. زعما بعض المرات كتلقاي واحد الحب اللي ما كتكونيش كتصوره من الناس اللي كيعرفوك غير في لي ريزو سوسيو، اولا يعني فريمون كتحسي باللي فريمون صافي وليتي انت جزء من حياتهم وهما جزء من حياتك. فريمون شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. وفوالا المهم هاد الفيديو هذا مع شيئين كولابوراسيون بيان سور، انا ما شريت والو من هنا صيفطوهم لي غراتوي. ما علينا، كوم دابيتود غادي نوري لكم شنو كاين. غادي نبدا معاكم، وفي نفس الوقت قولوا لي كي جاكم الماكياج ديالي بليسر باسكو كنخدم غير بليسر، وبيان سور الدوش مراد هو اللي كيدير لي كيعاوني في الدوش، وهذا ما كان. المهم البنات غادي نبدا معاكم، كاينين دي زارتيكل اللي غيعجبوكم بزاف باسكو جداد. المهم ما علينا، كاين اول حاجه هي هاد الفوطه هادو، بيان سور غادي نحط لكم لي زيماج هنا، مع انني كنت تمنيت انني نصور لكم على عليا انا هاد الحوايج كاملين، ولكن مالوغوزمون الله على هو مالوغوزمون وقع اللي وقع، ما عندي ما نعمل. المهم كاينه هاد الفوطه ديال الحمام اللي خطيره يا البنات، خطيره خطيره. المهم ما نقدرش نبينها لكم بحال هكا، غادي تشوفوها في ليماج. عندها هنايا هاد العباد القليب، وهي ماشي اي بينوار ديال الحمام، يعني هاد البينوار هذا اولا هاد الفوطه هادي ماشي بحال ديك الفوات اللي تشديهم تعقديهم هنا ويبقاو يطيحوا لك ولا فهمت. واخا تمشي للحمام تمشي عند شي سبا تديها معاك، احسن حاجه كتلبسيها كتجيك هكا بحال كول باتو، كتجيك هكا وعندها القفيلات هنايا كتسديها بالقفيلات، وها انت كتنشفي وكتدوري في الدار تكملي مكياجك. ولا كنتي في شي سبا غادي تدوري تخرجي من الحمام تدخلي للمساج تدخلي لهذا وراكي مرتاحه، يعني ما كيطيح لك والو، ما غادي تعري ما والو، وزوينه وطويله. غتكونوا شفتوها في ليماج بيان سور. هذا اول ارتيكل حمقني وعجبني اللون ديالها، الحبيبات ديالي لا كاليتي ديالها يا غيانا دي، الفوطه ديالها زويونه. ما علينا، المهم انا عجبتني بزاف، وكتجيك في الطول وعلى الفورما ديالك واعره. جو كرو سي تاي اونيك، الا ما خفت نكذب لا تاي ديالها اونيك، وكتجي هي هذيك. صبروا نشوف لكم لا تاي فين غادي تكون لا تاي. جو كرو لا تاي اونيك بو طول موند، وي كنظن لا تاي لكلشي، كتجي فنه 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 فريمون. المهم هذه لارتيكل الاول. لارتيكل الثاني اللي غادي يعجب لكم بيان سور باسكو الثمن ديالو رخيص ولا بوتي ديالو حاجه اخرى للعيد الكبير، غادي يعجب لكم بزاف. هذا توت فاسون ما كنتش قادره نلبسو حيت انا ماما ضعيفه، ماما كدير اس ام الو خديته لماما. تصوروا معايا شيئين عندهم جلالب البنات، جلالب كيجيو فنين، ما قادراش نعاون بيدي الاخرى البنات سمحوا لي. مي نقربكم شويه بحال هكا مي نوري لكم في ليماج. هذا جلابه يا البنات، شو كي دايره، شتو كي دايره، عندها هذاك الحجر، الحجر هكا كبير زوين كيلمع فن 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 شفتوه. وهي مشات كلها طويله، عندها القب، القب ديالها فيه العقيق بحال هكا من هنا سنينات زعما فنانه. يلا شفتها هذه تعجبها الماما. التوب ما نعاود لكمش البنات، ما عرفتش كيسميتو هذا التوب، واش مسلم ولا ما عرفتش واش هذا هو ديك التوب مسلم. المهم ديك التوب ديال العبايات وديك الشيء فنه 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 ما نعاود لكمش، وطويله وعندها واحد الافتتاحه هي صورة هنايا الا كتشوفوها، يعني جلابه انا خديتها لماما كنتمنى هاد جهه، ولكن في الطول غادي تجيها طويله ماما قصيصره، في الطول غادي تجيها طويله خاصها تنقص لها.
خفيفه ورخيصه فريمون رخيصه. وما تنساوش البنات حقا واحد الحاجه، كاع لي زارتيكل اللي غتشوفوهم عندي غيكونوا في صندوق الوصف، غيكونوا في صندوق الوصف، وفي نفس الوقت عندكم تما لو كود برومو نيزيتي با تستعملوه. جليليبا فنة غادي تكونوا شفتوها معايا هنايا، يعني التوب ديالها خطير، ما فيها حتى شي ديفو، ما فيها حتى شي خيط خارج. التوب ديالها صيفي ماشي شتوي، العقيق ديالها زويونين مخيطين ماشي ملصقين، فريمون فنة فنة. و نوريكم اخرين، سمحوا لي يعني كنهضر لكم دغيا، يعني كنزرب حيت ما نقدرش نلبسهم توت فاسون، وهكا احسن باش ما يجيكمش الفيديو طويل عاوتاني حيت كوميم كاينين بزاف. المهم الغزولات ديالي انا بدلت لاباتري كانت سالات لي. كي سميتو نوريكم حاجه اخرى، تري ما حيتهمش من الميكا، صبر قلت للمراد حلي الميكا قبايل. مهم كاين هاد اللعيبه انا عارفه متاكده بلي مني غادي نلبسهم في الدار، غادي تسولوني حنا مني خديتيهم. المهم اللي ديالها غادي تلقاوها في صندوق الوصف، هو واحد لونسومبل، لونسومبل نتاع السروال مع التريكو ديالو فنين البنات، خديتهم للدار تقدروا تخرجوا بهم. وانا هاد النوع كيعجبوني، اشاك فوا كندير شي جوغينغ هكا من شي اين ولا كنكون جبتو للدار، ولكن اون ميم طو الا كانت عندي شي خرجه دغيا في الصباح ولا ما عرفتو ولا بروكونت ولا حاجه بحال هكا كديريهم كيجيو فنين. المهم هذا ديجا اصبروا ما عرفتش كيفاش ندير لكم، مي كيجي بحال هكا وعندو العنيق مقطع هنايا، كيعطيك من هنا شويه معري ومن هنا عندو العنيق بحال هكا. المهم التوب ديالو هو مسخن ما بارد، يعني ديريه فهاد الجو هذا ديريه، ماشي فديك الصهد بزاف، مي الجو ملي كيكون شويه ديال الريح وشويه ديال الشمس تقديريه. اللون ديالو ما نعاودلكمش، هذا اللون ديالي ماشي بريفيري، مي انا ما عنديش لون بريفيري، مي اللون ديالي اللي كيعجبني كيجي معايا هاد الغوز هذا بيبي ولا ما نعرف. المهم الغوز ديالو زوين، كاين تريكو بحال هكا وكاين السروال فضفاض وهابط حتى لتحت. المهم ملي تكوموندي نيزيتي با تستعملوا الكود برومو فين ما كنتو، راه شي ان كيصيفط فين ما كنتو، يعني فين ما كنتو في الارض يصيفط لكم. وبيان سور نوري لكم لا فوتو ديالو هنا في الجنب ولا هنايا. كاين واحد القميجه هذه اللي شويه التوب ديالها جاني في شكل، وما عرفتش واش كان هكا في التصويره كيف غادي تشوفوا معايا هنايا اولا ما كانش هكا، ما بقيتش عاقله ما علينا. المهم حمقتني كيفاش لبساتها المانكا، عجبتني بزاف. وبيان سور هي كتمشي عندها القفول، الوغ بغيتي تعريها حتى لهنا تعريها، بغيتي تسديها حتى لهنا بغيتي تسديها حتى لهنا. هي المانكا حلاتها شويه فهمتوا، حيت ضعيفه يعني جمعها، يعني جمعها ما مبينلهاش شي حاجه معيقه فهمتوا. صافي المهم القميجه جايه اليدين ديالها بحال هكا هادو. المهم توت فاسون زوينين بزاف، انا عجبتني بزاف فليماج كي كتبان، بانت لي بحال بحال داك الشكل نتاع ديك التوب طايح يعني بحال الساته. سينو من وصلتني لقيت التوب شويه حرش، التوب ديالها بحال ديال الخيط يعني ماشي واقف، ولكن خاصك ديما الحداده. اللون ديالو خلاص عجبني بزاف، ما عرفتش واش كيجي معايا ولا لا، ولكن عجبني كيفاش جا مني لبستو. القماج هذا فيها الكيلوت ديالها وهكا ما كتحركش، كديري فوقها الصايه ولا السروال ابخي ما كتخرجلكش ولا حاجه، زعما فريمون زوينه في اللبسه. صافي هذا ديالها. سينو غادي نجيكم لي بيجاما من بعد، خديت واحد لي بيجاما يا البنات فنين تهبلوا عليهم، متاكده تهبلوا عليهم. حاجه اخرى اللي باقي ما حليتهاش وما عرفتش كيفاش نحلها هي هاد الملطه، هاد البلاد اللي هبلني وعرفتو من فوق. هاي صافي الدواء واقيلا مشالو المفعول شربتو مني فقت، بديت كنحس بالحريق حيت ان فوا المفعول ديال الدواء كيمشي ليه واخا ما نحركش يدي ولا الحريق كيطلع ليه، يعني خاصني ضروري ديك الدواء والزوين صراحه ديك الدواء. كي سميتو هاد البليد هادي شفتها هادي زمان، هادي زمان عندهم وبغيت ناخذها، ودائما ما كايناش في ستوك، دائما كتسالى دائما كتسالى. اول مره غادي نجبرها وفرحت بزاف بزاف، سورتو عجبني هاد اللون، ولو انه ما عنديش في الدار اونسي جامي نقدر نديرو من بعد فيها الصفر والزرق، وانا عاجبني بزاف بزاف. وجو كخوا كان 100% كوتون، وكنت بغيت نديه على ود لا شومبر دسام، وي 100% كوتون هي هادي هي هادي. المهم ها هو كي داير غزاله البنات، ما عندي ما نقول لكم عليه. التوب ديالو سي دو كوتون 100%، و سي غار فوا تلقاي شي حاجه ديال الكوتون 100%، وكبيبر يعني ماشي صغير كبيبر. المهم كيف غادي نوصفو لكم بحال هكا، وغادي نوري لكم ليماج بيان سو فيه لي كولور اخرين، مي انا هبلني هذا سورتو مع البيتسام فيه هذا البلو هذا وعجبني فيه. ما علينا صافي. المهم غادي تكونوا شفتوا هنايا الالوان اللي فيه واقيله، الا بينت لكم التصويره ديالو ولا ما عرفتش. حاجه اخرى اللي غادي تعجبكم مليون في المية
سورتو الخوافات ماشي الخوافات صراحه الناس اللي كياخذوا الاحتياط اكثر بزاف. واحد الحاجه اللي كنت بغيتها مني كان الفيروس يلاه جديد كنا باقي ما تاقلمناش معاه كي غنقولوا وكنت بغيتو وكومونديتو منهم دو فوا مي ما وصلنيش باسكو ما كانش في ستوك اللي كانوا عندهم ديال البياسات كانوا خرجوا ديجا كومونداوهم الناس وكان باقي لهم غير في لو سيت وصافي سينو كانت سالا. هو هاد التريك وهذا اللي غادي نبينو لكم هنا في ليماج كي كيجي هذا الراس ديال كيكون هنا سيتا مونطون ولا فيست البنات ما كتدخلش الماء يعني واخا تخوي عليها الماء ما كتدخلهاش وخفيفه خفيفه خفيفه تصلح لك للصيف تصلح لك للشتوى تصلح لك لما بغيتي خفيفه التوب ديالها يهبل ما كتحسيش لابسه شي حاجه كتحل حتى لهنا حتى للنص اي اوه كتحل حتى للنص حتى لهنايا بسنسله والقب ديالها كيبروتيجي لك الشعر بحال الفولار ومن هنا عنده ديك البلاستيك يعني بحال الماسك الوغ هذا زوين بزاف. انا خديتو هذه الخطره الى بنادم مسافر الى مشينا لا بروكونت ولا حلوا لي بروكونت حتى المارشي ملي كيكون عامر بحال الجمعه وهذا بنادم يديرو فريمون غزال تلبسي من تحتو شي حاجه ولا بلاش كاع فريمون واعر ومع السروال كيجي فنه حيت عنده دي لاستيك هنايا كتزيريهم له هذا كتزيريهم له كيجي لك بحال شي فيست عاديه فن فريمون زوين في اللبسه تيقوني البنات الا قلت لكم فريمون زوين وزوين لهذا الشيء ديال الفيروسات والمالادي وديك شي كله فريمون غزال والانسان اللي غيمشي لوبيتال ولا حاجه فريمون فن يعني نيزيتي با غادي تكونوا شفتوا ليماج ديالو لا كاليتي ديالو فنه التوب ديالو يحمق اغريابل وجربته ما كيدخلش الماء وعنده لاستيكات من اليدين ومن التحت الوغ تقدري تلبسيه وتخرجي به بحال شي فيستا عاديه وكتجيك سبورتيف وواعره بحال نتاع شي ماركه زوينه فوالا البنات. المهم لا كاليتي ديال البنات كيف كنت كنقول لكم لا كاليتي تشين كتعرفوها مزيانه لا كاليتي ديالها زوينه بزاف بحال داك الشكل زارا بيرشكا وديك الشيء والاثمنه ديالها كتكون منخفضه سورتو اللي استعملتوا الكود برومو اللي غنعطيكم غادي تقام لكم عاد ارخص. والمهم صراحه ما كرهتش كو كان لبستهم لكم باش تشوفوهم كي جايين مي البنات الصراحه نكذب عليكم ما نكذبش عليكم والله ما كنقدر حتى نلبس حشاكم لي سوتيف ديالي ولا اي حاجه غير مراد اللي يعاونني باش نقدر نلبس شي حاجه بحال هكا سينو ما كنقدرش نوصل هنايا شي حاجه عندها اليد ولا ما عندهاش لي هكا نص كمام ولا امبوسيبل باسكو ما كنقدرش ندخل فيها يدي ثقيله ومطيحه يعني ما يدي ما كنقدرش نرفعها فهمتوني هذا هو المشكل يا سينو لو كان لبست لكم الحوايج على عيني وراسي مي كنوعدكم باقي غادي تشوفوهم كاملين عندي ملبوسين مي دابا راه وريتهم لكم هكا وفي ليماج يعني حتى في ليماج راهم باينين على عارضات اللي 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 جايبين راسهم فهمتوا ما علينا البنات غادي نوري لكم عاوتاني واحد لارتيك اللي كنظن كلشي بكم يعجب لكم وكنتمنى انه يكونوا باقيين لهم بزاف في ستوك باسكو فريمون كنت كومونديتو ما كانش وصلني وهاد الخطره جبرتو في ستوك كنتمنى كيطيروا يعني كيطيروا الا عجبكم الثمن ديالو مناسب وقيله كندير شي 20 اورو ولا ما كاملاش الثمن ديالو غزال ومع الكود برومو يتقام لك رخص و لا بروتيكسيون اللي كيعطي لك المطله ديالك ولا الباياس ديال الناموسيه ما تصوريش فن. المهم ها هو انا شفت غير التوب ديالو من هنا يعني ما حليتوش باقي غادي نشوفو معاكم نتوما راه تكون كتبان لكم ليماج ديالو في كيفاش كيصلح ها نتوما كي داير وعندو البلاستيك من التحت البنات ولو تخوي شي حاجه في الناموسيه ها نتوما ولو تخوي شي حاجه في الناموسيه ولو يكون عندك معاك الدري ديالك ولا حاجه كيخرج لك البيبي ولا ما كيوقع والو الناموسيه ديالك البنات ولكن ديما نوصيكم في هادشي ديال الدغا هادشي ديال الدغا والمهم عنده لاستيك هنا كتشديه من المطله ديالك كتدخليها هنا شفتوا البياس ديالك كتدخليه من هاد اللاستيك هكا عنده اربعه في الجناب كاملين فنيونين خرجوا واحد لا كوليكسيون ما نعاودلكمش كنت كومونديت با مال ديال لي دغا والسامو هذا سينو ما كانوش في ستوك بزاف على داكشي ما يعني ما خديتهمش باسكو ما كانوش في ستوك سينو البروشين فوا دخلوا لي ديكوراسيون دو اوف طباصل داكشي كله فريمون انا ما جو سوي با فان بزاف نتاع داكشي نتاع طباصل وهذا كيعجبوني نشوفهم مي انا ماشي من عشاق داكشي بزاف الوغ لو كان زعما كنت بغيت عرفتو يا الطباصل دخلوهم يا الديكوراسيون منعرفش غادي نقول لكم داكشي ديال العود لي بلا فني فريمون فني الوغ نيزيتي با انكم تدخلوا من لو سيت راني كنخلي لكم السيت ديالهم هو في الاول ديال في صندوق الوصف هو الاول اللي كيبان لكم لو سيت شي ان دخلوا من ديك لو سيت وشوفوا كاع اللي بغيتو سواء لي زارتيكل اللي خديت اولا لي زارتيكل اللي ما خديتش المهم نتوما اوتيليزيو السيت ديالي ولو كود بروم صافي. المهم علينا هذا فن غادي احسن حاجه اون بلوس من هنا ما كيتحشحش ما كيعملش ديك الصوت الميكا وهنايا داير بحال الكويت يعني كتنعسي ومرتاحه والراحه التامه
حمقني حمقني. والبروشين فوا ان شاء الله الا بقاو لهم في ستوك نزيد واحد للتبديله فن علينا. صافي هذا كيف قلت لكم. كنت بغيت نقول لكم شي حاجه عليه. ديما ملي تاخذوا لي دغاوس اولا داك اللي دغى نتاع الكويت اولا ديال الباياس اولا خذوا لا بلو غون تاي هذيك بلو غون لي ولا شي حاجه بحال هكا. ما تاخذوش ديك لي مويان ولا خذوا ديما لا بلو غون باسكو كاين ان ريسك انهم يكونوا صغار شويه على الباياس. الله ما يجيو كبار ولا يجيو صغار فهمتوا. هذا ما كان سينو يما واحد اليد ما كتصفقش. الحمد لله الحمد لله على كل حال. ربي يحفظ ربي يحفظ. ربي على الاخر اللي بغيت نوري لكم اللي لبستو بزاف واللي شفتو معايا نيت البارح مني وريت لكم الفيديو ديال القبس وكل شيء. الوغ هو هذا حمقني غادي تلقاو خانز مسكين دازت عليه كارثه باش قدرت نحيدو من يدي باسكو ما قدرتش نحيدو صراحه. دازت عليا شحال بكيت البارح باش يحيد لي مراد حوايجي يعني فريمون العذاب الشديد. راه غير كنحيد هذا راه كنموت باسكو يدي كطيح ثقيله وفوالا. المهم تعذبت بزاف. المهم هاد الجوغينغ هذا اولا هاد الشورت والتيشيرت ديالو من احسن ارتيكل اللي استعملت ليومينا هذا في هادشي نتاع الشورت. وهذا شريتهم ديال نايك ديال اديداس مي هذا كان اغريابل زوين بزاف ما كيتحببش اللون ديالو كيحمق. الكتابه ديالو مكتوب فيها ساندي فنه. الراحه ديالو ولا التوب وديك الراحه اللي كيعطيك غزاله. الشورت ديالو يا غيانا ديال فضفاض ما مزيرش عليك ما كيبين لك لا مفاتيل لا والو فريمون ما كيتزيرش عليك ومرخف وكحل وما كيبينش. وعندو هاد العيبات هادو في الصفر فنين. المهم ما خديتش التصويره بهم كنت صورتهم لكم في واحد الفيديو مني لبستو. سينو نخلي لكم المانكا لابسه جالها فن. وبالنسبه للاطاي على حسب لاطاي ديالك اللي كتاخديه على حسب الطول ديالها. دابا ديك المانكا لابسه واقيلا الاس ولا الاكس اس جاي لها يمكن في الطول ديالها. سينو انت الا خديتي الاكس ال بحالي ولا الال شحال طاي خديت في هذا الا خديتي الاكس ال ولا الال راه كيجيك عاوتاني انت على حسب الطايه ديالك كيجيك طويل يعني ما تخافيش يجيك قصير ولا. هذا الاكس ال لا هو لا التيشيرت انا خديت الاكس ال فيهم. سينو في لي زارتيكل الاخرين واقيلا كلشي خديت فيهم الاكس ال. هذا ما كان. المهم غادي تكونوا شفتوا المانكا لابساهم فريمون هذا لونسومبل هذا ننصحكم عليه مليون في المئه. البنات اللي كيلبسوا بحالي يعني كيلبسوهم ما عندهمش مشكل. سينو البنات اللي كيبغيوهم للدار حتى هما ننصحكم بهم للدار احسن حاجه للراحه في الدار وتباني زوينه وكلشي. لارتيكل الاخر اللي غادي نوري لكم البنات مالوغوزمون ما ركبتوش وما يمكنليش نركبو دابا سينو مراد ما غاديش نتكل عليه سينو عمر غادي يديرو. هو واحد لا لوميير غادي تشوفوها معايا هنا كديريها في مور التلفازه هكا في الكادر ديال التلفازه من اللور وكتشعل لك الضوء. الى عقلتو مني كنا في نيويورك في شهر 12 كنا في واحد لوطيل وكانت التلفازه كدير الالوان وهو في الصراحه راه كان هذا الكابل هذا ماشي التلفازه زعما فيها شي بروغرام كان هذا الكابل هذا وعنده تيليكوموند كتبدلي الالوان اللي بغيتي بالتيليكوموند فريمون زوين. سينو بان لي فيه دي كابل خاصك تبرانشيهم تبرانشيهم وديك الشيء الوغ خاصني حتى نبري ان شاء الله ونديرهم. المهم غادي نكون خليت لكم ليماج كيفاش كيجي هذا وكان رخيص بزاف البنات اللي بغات تعرف الثمن ديالو جو كخوا كان ب 9 اورو الوغ مع الكود برومو يتقام لك رخيص. الحاجه الثانيه اللي كنت كنتمنى نلبسها كنت بغيت نلبسها في لانيفيرسير ديال صاحبتي غدا ان شاء الله الى كتاب كنت باغا نلبسها ولكن ما يمكنليش نلبسها حيت عندها اليدين وما يمكنليش نتعذب معاها باسكو يدي كيضرني بزاف وما بغيتش نتعذب ولا نبكي ولا غيان دوتو كيمشي لي داكشي للقلب وكنفشل كيوقع لي لي ماليز يعني البارح وقعوا لي ثلاثه د لي ماليز شده كنسخف ولكن ماشي كنغيب كتسخفي يعني بالحريق كيوصل لك الله يحفظ صافي رجلك كطيحي في الارض خاصك تالونجي ديك الساعه وعينك صافي كيكونوا بحال هكا. سينو راكي عايشه عارفه راسك شنو كديري عارفه راسك بلي مغيبه ولكن ما نقدرش نجلس واقفه. هذا هو الماليز اللي كيوقع لي بالحريق ما بغيتش نغامر. سينو هاد اللعيبه كتحمق كي كتجي هنايا غادي نوري لكم في المانكا كي كتجي هكا نورمالمون مراد ما كيبغيليش ولكن كنت باغا نديرها شويه نطلعها بحال هكا شويه. سينو ما علينا كتجي بحال هكا وما كيكونش عندك لا من هنا لي هاد الخيوط ديال السوتيامات ولا كتكوني محيده ولا كديري ديك السوتيامات اللي كيكونوا ما كيبينوش اللون. ما عنديش انا هادوك اللي عندهم ديك خاصني غير اليديدات الصراحه يكونوا ترونسبارون خاصني نشوف في ايطام بوتيت نلقاهم عندهم هكا كتشدي مثلا الاخر ديالك ولكن كيكونوا عندك ترونسبارون ما كيبينش. المهم زوين عنده كل باطو كيجي لك بحال هكا وكتجي قصيره شويه ماشي قصيره على الكرش نو خاصك ديريها مع شي حاجه تاي اوت اولا غادي تجيك قصيره من الكرش كتجي فنه فنه في اللبسه. المهم غادي نخليها لكم هنا وحتى انا جات معايا زوينه الصراحه غير ما كتابش ما غاديش نقدر نديرها ندير شي حاجه او يمكن ندير هادو كاع ولا ندير شي حاجه بحال هكا باسكو ما يمكنليش تو سامبلومون ما يمكنليش بحركه نقدر نلبس هادشي هي بالسيف
خاصة حاجة كتكون كتجبد وبلا يدين. فوالا المهم هذه فن البنات التوب ديالها كيحمق واللي فيها زوين وتهبلوا عليه هو انها باردة. التوب ديالها انفو كديريه مبرد وما كيبينش البنات بالنسبة للمنطقة ديال الصدر ما كيبينش حيت مدوبلين لها توب باش زعما حتى الا ما درتيها مع والو ما عندكش الغيص تبيني شي حاجة. في الظهر ما مدوبلين لهاش سينو القدام مدوبلين لها باش ما يبان لك والو. فريمون زوينه وكيجيو لها اليدين هكا كيتعقدوا وكيجيو حتى لهنا النص ديال اليد وفريمون زوينين زوينه 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 بزاف. كنت غادي نعملها مع واحد السروال كحل كيف قلت لكم طالع ديال ليفيس كيعطي فورمه زوينه. وهاد الصني ديال لانيت اللي دايره دابا كنت غادي نديرها مع هادي ترونسبارون فنه كتجي مع الرجيلات. مع كنت درت البيديكور باقي ما وريت لكمش الفيديو ديال البيديكور غادي نوريه لكم ان شاء الله يمكن غدا ولا بعدو. كيفاش من الاول حتى الاخر يعني صورت لكم كنت من الاول حتى الاخر كان يديا باقي ما بردتش عليا كنت يلاه واكله الدقه وكانت كضرني مي ماشي بديك الضره اللي كانت بردت عليا. وكنت كنصور لكم بهاد اليد وكنسندو هكا على رجليا وكنت كنصور لكم كل شيء كيفاش ديروا خطوه بخطوه البيديكور رجليكم وكيفاش كيديروه هنا في فرنسا والثمن وكل شيء. المهم كنت درت لكم با مال دو تروك في الفيديو نيزيتي با تشوفوا ديروا ابوني والجرس باش يتوصلوا بالجديد وفوق ما حطيتو غادي يبان لكم. ما علينا البنات زوين بزاف وكنت غادي نعملو مع هاد الصنداله غادي تجي فنه مما كتبش معليش. الحاجه اخرى اللي خديت المهم هذه اللي بقات لي في الحوايج من بعد بقات واحد الحاجه الكنابي وجوج بيجامات اللي هبلوا. الحاجه اخرى هي هذه فكرتني بزاف بديك الشيء ديال القنادر ديال البلاد اولا جابادور ولا كي كنقولوا له مبورديه البنات مبورديه هذه فيها ماشي ديسه وصافي فيها فريمون الخيط كيف كتشوفوا الديسه ديالها فن صراحه. كان خاصني ناخذ طايه صغيره خديت فيها الاكس ال كان خاصني ناخذ غير ال مي خديت فيها الاكس ال قلت زعما ناخذها تجي غليظه احسن ما تجي مزيره. ساعه كان خاصني ناخذ فيها ال جاتني شويه واسعه ولكن زعما زوينه الجبادور كيمشي واسع كيجي زوين مع ديك السراو اللي كيكونوا سكيني مزيرين كيجي غزال. المهم ها هو كي داير الطرزه ديالو فنه كيجي مستور من اللور يعني ماشي قصير وليديدات ديالو كيجيو نص كمام شويه وعندهم هاد الطرزه هادي فريمون البنات كيفكرني ب شنقول لكم بالطرز اللي كانت كدير ماما في لي موشوار في الدغه ديال الطابي طابي لاناب ديال الطبله كيديروا لهم في الجنب واحد الطرز بالخضر كان كيكون ديك شي حياتي واقيله في الابيض وفيه واحد الطرزه بالخضر فكرني فيه بزاف عجبني بزاف البنات هذا يتلبس مع اي حاجه مبرد وزوين وكيف غتشوفوا المانكه لابساه جالها فن فن زوين وعجبني بزاف عليها. الحاجه اخرى البنات اللي ما كتبليش انها نجربها للكنابي هو هاد التوب هذا ما كتبليش نجربه توب الاستيك في الكحل والبيض كيبان بحال الكري ولكن هو ما عرفتش واش كري فونسي ولا كحل. المهم كيتجبد كتغلفي به الكنابي ديالك هذا نورمالمون مكتوب فيه 4 سياج وانا الكنابي ديالي 6 نورمالمون 6 بلاص وما عرفتش العبار ديالو ما عبرتوش وكلشي قلت اوكا وما جاش معليش غادي نعطي لشي حد عنده كنابي صغير لصحاباتي ولا هذا اولا يبقى لي ونسي جامي نبدل الكنابي ولا حاجه ما علينا. المهم هذا فنيون التوب ديالو كيحمق وكتجي معاه واحد الوساده كتجي معاه واحد الغلاف ديال الوساده هكا داير يعني باش تغلفي به الوساده كديريها ديرو في الوسط ولا هذا كيجي بحال هكا التوب ديالو بحال هيدا دايره البنات. المهم كان عجبني البيج وعجبني هذا مي خديت هذا باش نجربو باش نفتح شويه نحاول نفتح شويه في الدار سينو ما عرفتش ما جربتوش وقيل يكون صغير على الكنابي اون سي جامي مني غادي نجربو نقول لكم. منتوما غادي تشوفوا كوا سادون كاين العبار كاين كلشي كاين العبار ديالهم تيتكليكي على العبار اللي عندك وإلا لقيتيه بلي غادي يجيك في الكنابي ديالك خديه فريمون زوين اثمنه مناسبه نتاع الدغا ديال الكنابي يعني بلا ما تبدلي لا الكنابي لا والو كاين في البيج كاين في الكحل كاين في الكري كاين في جميع الالوان غير انا قلت ناخذ هذا حيت بان لي الاستيك وهذا قلت ارا ناخذ الاول ونشوف ما علينا حيت كان فيه الكحل والبيض وكنت فكرت نشري طابي في الكحل والبيض على داكشي صافي. المهم هذا هو اخر ارتيكل في هذا الشيء ديال الدار سينو عندي بقى لي جوج بيجامات فريمون زوين من هذا فونسي ولا كان يعجب لكم هضرت بزاف والله الا شحفت هاي توتي ملكي ملكا هي كمالكا هي مني قلت هاي فكرتني بديك الاغنيه.
ما علينا، خديت واحد البيجاما من ديك لا كوليكسيون، بحال هي كوليكسيون جديده ديال نوفوتي، هادشي كله اللي وريت لكم البنات من لا نوفوتي اللي خرجوا، ماشي من الحاجات اللي كانوا عندهم قدام، يعني كلشي هادشي خرجينو جداد. سينو حاجه وحده عندي غوتورون ستوك جو كوا سي البلاد، وديك الكحل اللي جابوه في نوفوتي نتاع الكوفي 19، هذاك هو اللي عندي جديد. الله، من الكوليكسيون اللي خرجوها الشهر اللي فات، زعما ماشي قديمه. اي المهم ما علينا، هاد البيجاما كتحمق، ديجا كنت خديت منهم وحده الى عقلتو كنبارطاجيها معكم، واش فوا كنلبسها كتقولوا لي حنان زوينه البيجاما ديالك، كتجي معاه هاد لابوشيت هادي باش الا سافرتي كديريها فين داخل، هادي اول حاجه كتجي معاه. ثاني حاجه كاين بيجاما ديال السروال، غادي تشوفوا المانكا لابساها، بيجاما ديال السروال كيجي السروال بحال هكا، خديت لاطاي ديالي كنظن اكس ال، اتوندي نشوف لكم، وي الاكس ال وجاتني بارفيتمون الصراحه، باقي يعني قيستها غير ديك النهار السروال وصافي، الباقي لو اورا كنشوف فيه وكنعرفو يجيني صافي، المهم جاتني بارفيتمون كيف شفتو، وانا ديجا عندي وحده بحال هكا وكنعرف كيفاش كتجيني. التوب ديالها كيحمق د الحرير، ما علينا، الثمن ديالها خيالي زوين بزاف، وهذا النوع ديال لي بياس ديال البيجامات اللي فيها جوج بيجامات ولا ثلاثه نسيت شحال فيها، فريمون في المغرب كيسوى بزباله د الفلوس، كنعقل مني شريت الصداق ديالي في لي بيجاما وديكشي، كنت كنشري لي بيجاما هي ديك النوات هكا في البياض معها بينوار ومشبكه وديكشي، المهم هكا كنت كناخذهم 60 حتى 80 اورو، واحد الكرتونه وعامره بها، يعني فيها الشورت وتي شورت هكا دي باردور دي باردور، وفيها سروال قصير شويه ومشبك مع واحد اللعيبه هكا كتجي بوحديتها وكتجي قصيره على الكرش وكتجي هنايا، لا ماشي قصيره من الكرش، محلوله من الكرش ومشبكه من هنا، وفيها بينوار طويل وواحد النوه عاوتاني واحد دي باردور بحال هكا هابط حتى لهنا وعنده فرقه حتى لهنا، والله الا كان مشي 70 اورو كنظن في المغرب. سي فغي؟ بابا لافي لي مون شاي باسكو جي ليسي بالكو اوفر امي، قال لك لقى شي خشه، ماشي خشه شي ببوعه ولا بعوشه ولا كي كيقولوا لها، المهم لقاها دخلت له البيت ديالو حيت خليت له الباركو شويه محلول، غير شويه راه مبلوكي بالباب غير شويه، مشي تعون صافي. المهم فنينا البنات، الثمن ديالهم رخيص، وشوفوا شنو فيه، فيه السروال مع لوو ديالو، نقولوا حنايا هذا نو هذا البوشيت، فيه السروال وفيه شورت، هذا شورت كيجي زوين، المهم الا لقيت لكم دي زيماج راه نحطهم لكم كاملين، شورت وفيه لوو ديال الشورت بحال هكا، لوو ديالو بالديباردور كيف كتشوفوا كيجي فن وحريري وكلشي ومريح، وفيه لوو ديال السروال، يعني هاد اللعيبه هادي اللي كتجي واو كتجي كلاس، ملي كتلبسي هاد البيجاما في الدار كتحسي براسك بحال شي اميره، فريمون كيجيو كلاس بزاف وغزالين وحريريين، لا في الملماس ولا في لاكاليتي كتبقى زوينه، ما ننصحكمش بهاد لاكام هادي في بريمارك، ما ننصحكمش بها نهائيا البنات، بدا كيضرني يدي مشكيت عليكم، ما ننصحكمش بهاد لاكام نهائيا البنات، باسكو شريت انا من بريمارك هذاك الاحمر اللي كنحمقكم، ولكن ضاع لي ودابا لحتو تحبب وكي بحال اللي مثلا اللي الحديثي بالخاتم ولا بحال كيتشنتف كيتشنتف وكيرجع واحد لا ماتيغ، زعما اش غنقول لكم كترجع مبهدل ما كيبقاش حريري، كيولي بحال واحد التوب وصافي، فهمتوا هذا لا مجربه ومعاوده مجربه، راه عندي صبنتو مليون مره. صافي وكيجيو معاه جوج لاستيكات هكا ديال الشعر، شفتو جوج، ما عرفتش واش واحد لاستيك واحد بانداج الشعر ما عرفتش، المهم بجوج. صافي هذا البرومير بيجاما اللي فيها جوج بيجامات، وبثمن اللي بصيت ما نسيت الثمن ديالها، ولكن فريمون الثمن ديالها مناسب، وكاينه بيجاما اخرى اللي غادي تهبلوا عليها باسكو هبلت عليها فريمون حمقتني يا البنات، فيها حتى هي واحد الشورت حتى هو خديتو لا تاي نشوف لكم اكس ال حتى هو، وكيجي بارفيتمون التوب ديالها يحمق، نوفيل كوليكسيون البنات هذه يلاه دخلوها، وفيها ليوازو بحال هكا، التوب ديالها هبال واللون ديالها غزال، التوب ديالها هبال واللون ديالها غزال زوينه. المهم فيه الشورت هكا قصير بيان سو في الصيف، راكم عارفين الاغلبيه فينا راه كيديروا غير الشورتات هكا، كتكوني زوينه في دارك لابسه مزيان وراكي في دارك تو سامبلومون تقدري تلبسي اللي بغيتي، وهذا شورت قصير يعني ديك الشورتات القصار فريمون. سينو البيجاما الاخرى الشورت ديالها شويه كيكون طويل، هذاك الشورت مع هاد النوه هادي اولا هاد دي باردور هذا فني، ونا كتجي بحال هكا عندها الدونتيل من هنا شفتو، ما عرفتش كيفاش نوصف لكم، مي راه غادي تشوفوا على المانكا كيجي عندها
يا ربي العالمين كيفاش ندير يا ربي يا ربي. المهم عندها الدونتيل وكتجي بحال هكا، شوفوا معايا كي كتجي في الوجه كتجي كتحمق، تجي حريريه وزوينه، كتجي زوينه بزاف والكاليتي ديالها راه بحال الاخرى. وعندها اللاستيك هنا يعني ولو تكوني غليظه من ظهرك ولا عندها هنايا هذا الالاستيك كيتجبد، يعني ولو تكون شي طايه يبان لك بلي ما تجيكش ولا تكوني غليظه على الاكس ال هي خديه من نيتي. كنقول لكم الاكس ال ديالها كبير بزاف، الوغ كان بامكاني ناخذ الال، مي انا كيعجبني نكون مريحه في البيجامه، كيعجبنيش يكون عندي البيجامه مزيره عليا، كل واحد على حسب الذوق ديالو. انا هكا، انا حتى في الحوايج البنات كيعجبني الحاجه تكون واسعه عليا. صافي على داكشي انا كندير الال ولكن ديما كناخذ الاكس ال. المهم كاين البيجامه الاولى هي الشورت وديك الديباضه، ثاني حاجه فيها هي هاد الكسيوه هادي اللي كتمشي قصيره، شفتوا هاد النوه هادي حنا كنقولوا لها النوه، بحال كسيوه قصيره ما عرفتش واش عندها شي فتيحه، لا مشات ايفازي، مشات ايفازي ما عندهاش الفتيحه، وعندها نفس الشكل هنايا داير بحال عندها لي دونتيل من هنا دونتيل ومحلوله شويه. المهم وعندها الديباض بحال هكا وعندها نفس اللاستيك من الظهر عاوتاني، لا كاليتي يا غيانا دير ما فيها او كان ديفو بحال اللي شريتها من ايطام، فريمون غزاله غزاله، وعاد بعض المرات ايطام كيخرج لي لا كاليتي ديالها زيرو. وهاد الحاجه باش غادي تعجب لكم اكثر باسكو البنات عندها واحد البينوار من ديك الشرفع، عندها البينوار ديالها يا البنات كتحمق فريمون كتحمق، البينوار ديالها كبير طويول فنيون كيحمق شفتو. وعندها الحزام ديالها كيجي معاها، بغيت نشوف لكم واش عندها الجيب، لا واقيلا ما عندها شي جيب. المهم البينوار ديالها غزال فنيون كيجي مستور، وعندو ليديدات حتى عندو الكمام زعما نص كيجي واش نص ولا مكمول، لا كيجي واقيلا هنا فين عندي الساعه ما نقدرش نحادي هنا هنا كيجي حتى لهنا فوالا. وعندو الحزام ديالو فريمون هاد البيجامه هبلتني عاد عجبتني واقيلا اكثر من الاخره، مع انهم بجوج زوينين من اللون ديالها مع البشره وكل شيء، وحتى هذه شوفوها حتى هذه مع اللون ديال البشره كيجي زوين، سينو الاخر عجبتني عاوتاني اكثر كتعطيك واحد النور في شي شكل سبحان الله العظيم. صافي البنات هادو واقيلا هادشي اللي فيهم، هادشي اللي خديت، هادشي اللي اختاريت، كنظن 15 الارتيكل الا ما خفت نكذب 15 الارتيكل كنظن. قالي هذا طاح ليه هذا جو سوي شويه ديسو، ما جانيش بحال المانكا كيف جاها صراحه، قيستهم انا قيستهم هما الاولى باسكو هما اللي كنت محتاجه بزاف ملي كنخرج هكا في الصباح نديسها من المدرسه، ولا كيعجبني الشورت والتيشورت ديالو يكونوا سامبل ولا جوغينغ. ودابا لي جوغينغ اللي عندي هذاك الكحل اللي مشبك هو الوحيد اللي بقى لي يعني ديال الصيف شويه، سينو كان توسخ لي، كنت درت به باربيكيو ولا ما عرفتش شنو عملت به وخرجت به الوغ توسخ وما كنتش صبنته باقي، والجوغينغ ديالي تومي الفيكا شويه سخون الوغ على داكشي. المهم كنت خديت هاد الجوغينغ هذا ديال الشورت، وهذا الشورت ديالو طويل على الشورت الاخر، هذا كيجي عند الركبه حد الركبه، المهم البنات اللي باغيين يديروا حد الركبه راه كيجي حد الركبه، ها نتوما كيجي بحال هكا حتى الركبه شفتو، وهو كيجي بحال هكا خديت فيه واقيلا اكس ال، جاني واسع، جا واسع. الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه هو انه كيبين البنات التوب ديالو كيحمق بحالو بحال الاخر، جو كخوا اللون هو اللي كيبين فهمتو اللون، ولكن حتى الاخر اللون ديالو صفر ما كيبينش، وما عرفتش لو او ديالو ما لاحظتش فيه، ولكن هذا اللون البارد هذا الصومو هذا بارد جاب لي الله كيبين. الو واخا هكاك عملت معاه من داخل، عملت معاه هذيك السليبات اللي كيمشيو شورت في الكحل كان عندي وزوين، جا هو هذاك سينو شويه ما عجبنيش حيت بحال اللي كيبين لك من اللور هكا بحال اللي شويه كيتكمش ما عرفتش هنا بحال اللي عنده شويه التكميشات، وقيلا هي من اللون ما ولفتوش ولا ما عرفتش. وحيت التيشورت ديالو قصيره قصيره بزاف كتجيك بحرا عند الكرش، ونورمالمون كتمشي قصيره على الكرش، غير انا كنطلع هاد الشورت هذا فهمتو نورمالمون كتمشي شويه قصيره على الكرش، الوغ سي بور سا كيبان لك فشي شكل يعني كتشوفي بحال اللي كتصلح للدار بلوس كو برا وما عرفتش. المهم غادي نعاود فيها اللبس ونشوف، الا بان لي عاوتاني ما تصلحليش لبرا راه ما غاديش نديرها لبرا، لحد الان هي لارتيكل كيحمق ولكن جيت ديسو جوست من هاد المساله. غادي تشوفوها مع المانكا شحال جات زوينه، من غير انها كتبين شويه الكرش، انا طلعتها يعني جات الكرش مستوره، الفوق ديالها بحال هكا مكتوب فيه ديك نايت جيرل واقيلا فوالا. المهم هكا كيجي، المهم غادي تشوفوها في ليماج البنات يمكن ليش. المهم بحال هكا كتجي فنه، التوب ديالها ما نقول لكم زوين بزاف، عندها الكمام حتى لهنا كيوصلوا لك، وكتجي اوفر سايز كتجي كبيره يعني ساغي تاخذوا طايه صغيره عليكم اولا طايه جوج جوج، من الاحسن خذوا شويه اوفر سايز كيعطيك واحد ستيل نتاع الشورت وتي شورت زوين ما كيجيكش مقزب ديكشي فهمتوني. وعندها هذا اللاستيك هنا باش تزيري واش تخليها مطلوقه
راه كتجيك مستوره ما كتبين لكش الكرش بشحال ما جمعتي وشحال ما تبين لك الكرش. فوالا البنات هذا ما كان وعجبتني الصراحه. مي الحاجه اللي ما عجبتنيش هو الشورت، ما عرفتش واش كيبين ولا المهم اون فيغا اون فيغا. هذا هو الارتيكل الاخر كنظن الا ما نسيت شي حاجه ولا دازت شي حاجه من التحت. صافي هذا ما كان البنات. المهم كنتمنى من كل قلبي انهم يكونوا عجبكم لي زارتيكل والذوق ديالي بيان سور. الاذواق لا تناقش باسكو كل واحد الذوق ديالو. هادو عجبوا لي ليلي وكانوا عجبوني بزاف لي زارتيكل الاخرين اللي ما كانوش مالوغوزمون اون ستوك. سينو اللي غادي نقول لكم هو نيزيتي با الا خديتو شي حاجه نيزيتي با تستعملوا الكود برومو ولو ان يكون فيها البروموسيون ولا ما عرفتش دابا واش يكونوا كيديروا دي بروموسيون في لو سيت ولا لا ما شفتش. مي ولو تكون الحاجه فيها لا بروموسيون نيزيتي با توتيليزيو لو كود برومو اللي غادي تلقاوه في صندوق الوصف. فين جا صندوق الوصف؟ غير تحت لا فيديو. انت كتفرجي في التليفون ولا في البيسي شوفي تحت لا فيديو كتلقاي واحد النقطه دايره بحال مثلث مقلوب اولا كتلقاي تما مكتوب بلس كتكليكي على ديك بلوس كتلقاي تما كاع لي ليا تكليكي عليهم اولا دخلي تو سامبلومون للسيت وتما لتحت في الكود برومو كاين مع ديك لي ليا كاين كود برومو مكتوب فيه ماروك واقيلا وكاين كود برومو عادي اللي استعملتي هو هذاك راه كيخدمو وكيعمل لك 15% كنظن 15% دو ريديكسيون راه كوميم با مال في التوتاليتي. هذا ما كان. المهم شحفت الصراحه نمشي نشوف ما نشرب وكنتمنى يكون عجب لكم الفيديو ويقبلوا عليا البنات راني لا بيدي لا برجلي ما عندي كندير لها. الحمد لله اللي مراد معاوني هو اللي دار لي الدوش هو اللي مشطلي هو اللي عمل لي ليسوان ديال شعري راكم عارفين وعاوني باش نلبس سروال وكل شيء الحمد لله. وبالنسبه للماكله حد الان ما طيبش يعني البارح خدلنا الماكله من الزنقه وخدلنا البلا هنديه وباقي لنا في الثلاجه لوغ شرا اليومين. ودابا ان شاء الله العشيه غادي نمشيو نتقداو يتقدى داكشي نتاع الكيش ديجا بخي وداكشي يا اما ليدلي يا اما اوشو ما عرفتش فين غادي يمشي غنمشيو اونصوم ان شاء الله يعني واحد فيهم يعني ياخذ ديك الكيش اللي كيكونوا ديجا بخي يدخلهم الفران وصاف. المهم غنشارك معكم ان شاء الله هادشي في شي فلوق اخر وما علينا كنتمنى يا ربي انكم تدعوا معايا بالشفاء يا ربي تحيد مني هذا الحرق ولو نبقى مربوطه مي هي الحرق يتحيد كنتمنى يا ربي. وكنبغيكم بزاف وشكرا بزاف على مشاهده الفيديو من الاول حتى الاخر وكنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا مع انني ما لبستهمش وكنوعدكم بواحد عرض الازياء اللي كامل وشامل انفو غادي نبرا ان شاء الله يعني نيزيتي با انكم تكونوا في التتبع وديروا لايك للفيديو باش تشجعوني فريمون والله الا مراد اللي كيعمل لي المونتاج وكنشكروا بزاف من هذا الميم باسكو ما يمكنليش ندير المونتاج نقدر نصور هكا بالكاميرا نقدر بوتيت ناخذ التليفون شويه هكا بيدي اليسريه الا ما كان عندي والو يعني لا شاغي ولا والو سينو راكم عارفين السوغان وديكشي راه ما يمكنليش. هذا ما كان الحبيبات ديالي دعيو معايا ان شاء الله دغيا تحسن لي اليد ديالي ونقدر زعما نوتيليزيه ان شاء الله. هذا ما كان. المهم تهلاو لي فراسكم بزاف كنحماق عليكم وحده بوحده وما تنساوش الكود برومو اوليليا في صندوق الوصف البنات وتهلاو لي فراسكم نوح عليكم باي باي.